اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست موظف جديد، معاكم مصطفى عطية. هلو ايفروان، معاكم مصطفى عطية، والنهاردة هنتكلم على الانترفيو الصوتي. الحقيقة واحد من ضمن اهم الحاجات اللي لازم اي شخص ان هو يهتم بيها هي فكرة الانترفيو الصوتي. دلوقتي اكتر من مؤسسة كمان بقى بتعمل الانترفيو ده كمرحلة اساسيه قبل ما يتم الاختبار الحقيقي في مقابله العمل. والحقيقه لازم تحط نفسك امام جهه العمل. دلوقتي في الوقت الحالي قررت انها بدل ما تجيب الافات عشرات مئات من الموظفين المحتملين علشان ينضموا ليها، لا دلوقتي بتقول لك محتاجين نعمل فلتريشن، محتاجين نعمل نوع من انواع الغربله او التصفيه لهؤلاء المرشحين. فاول ستيب بتكون عن طريق المكالمة الصوتية، وبعد كده مكالمة الفيديو، وبعد كده يلا نتقابل علشان انت خلاص بقيت محتمل جدا انك تكون معنا. وعشان كده مقابلة الانترفيو الصوتي كتير جدا للأسف بيهملوها، وكتير جدا للأسف مش بيركزوا عليها التركيز الكبير. وعشان كده يجب اول حاجة انك تضعها في الاعتبار انك تعرف انها مهمة جدا جدا جدا. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله علشان استعد لي مقابلة الانترفيو الصوتية؟ اول حاجة لازم تحضر كويس جدا جدا لهذه المقابلة وكأنها مقابلة حقيقية. الحقيقة اكتر الناس بنشوفهم انهم مش بيركزوا على الانترفيو الصوتي، مش بياخدوه بالاهمية الكافية، بيقولك انا هتكلم معاها ياخد مني كلمتين وخلاص، فمش بيركز هذا التركيز الكبير على الانترفيو الصوتي، ولذلك لازم تركز كويس قوي على اهمية الموضوع ده. النقطة التانية انك يجب انك تدرس اولا المكان اللي انت هتعمل فيه مقابلة الانترفيو الصوتية. اول حاجة تطلب من الانترفيور او الشخص اللي بيعملك الانترفيو انك تطلب منه ان يكون عندك مكان او وقت علشان نعمل فيه مقابلة العمل. لو انت في وسط الشغل في الطريق في مكان عام، اطلب منه ما تتكسفش انك محتاج وقت علشان تشوف مكان، لانه احيانا بيتصل وبيبقى حابب ان الانترفيو يتم في الوقت الحالي. لا، تطلب منه استأذن حضرتك ان يكون في موعد للمقابلة، او ان انا ممكن نص ساعة بس لغاية لما اوصل مكان. حاول ان انت توضح له انك غير متاح للتواصل في الوقت الحالي، ولذلك حاول انك تستغل ده ويكون عندك تحضير لمقابلة العمل الصوتية. طب ازاي نحضر ليه هذه المقابلة؟ اول حاجة يكون عندنا مكان هادي. اسوأ حاجة ان الشخص مش قادر يسمعك وانت مش قادر تسمعه، فيجب انك تكون في مكان هادي، تطلع سماعة الهاند فري او السماعة اللي تقدر انك تسمع بيها ويكون فيها ميكروفون قوي علشان يكون في تواصل جيد. يبقى مكان هادي، في شبكة كويسة، كمان عندك جزء من الاتصال الصوتي الجيد وتسمع بصوته كويس، سماعة كويسة، وكمان عندك المايك الكويس. كل ده هينقلنا للجزء التاني وهو فكرة الملابس. كتير جدا بيكون خاصة اللي هو في البيت هو قاعد لابس لبس البيت، الحياة ده بيديله نوع من انواع التهيؤ لانه مش بيكون مركز على الانترفيو، لان هو اصلا لابس لبس غير لائق بمقابلة العمل. حاول انك ترتدي نوع من انواع الملابس الخاصة بالعمل، حاول انك تلبس قميص وبنطلون، حاول انك تدي جزء من الثقة في ملابسك. الملابس بتعطي ثقة كبيرة جدا في نفسك، ولذلك ارتدي بدلة، ارتدي قميص وبنطلون، حاول انك تهيئ نفسك ان في فعليا انترفيو حقيقي بيتم في الوقت الحالي. كمان من الحاجات المهمة اللي لازم نركز عليها ان في بعض الحاجات التي يجب انها تكون معانا واحنا في الانترفيو. لازم يكون معانا شاحن للموبايل او اللابتوب او التابلت اللي احنا بنجري بيه عملية الاتصال. لازم كمان زي ما احنا قلنا يكون في سماعة، والسماعة نتأكد انها سليمة ويكون الصوت بتاعها واضح ونقي. كمان لازم يكون معانا قلم ورقة علشان اكيد هيكون في بعض التعليقات او في بعض الامور يجب ان احنا يكون عندنا قدامنا. زجاجة مياه كمان هتكون لطيفة في حالة انك حصل نوع من انواع الجفاف، ولا تنسى السيرة الذاتية تكون عندك. ونصيحة كمان اضافية، لازم كمان يكون عندك تحضير لابرز اسئلة الانترفيو، الاسئلة الشائعة اللي بتيجي دايما في المنهج، زي عرف نفسك، نقاط القوة والضعف، شايف نفسك كمان 5 سنين. كل الحاجات دي لازم انها تكون عندك وتحطها قدامك علشان وانت بسألك تعرف ترد عليها وتحاول انك ترد بطريقة لائقة وسريعة. مش هننسى
كمان الانترنت لازم كمان يكون عندك انترنت جيد، لانه احيانا بيكون الاتصال الصوتي عن طريق بعض البرامج. لازم تتأكد من كل هذه الامور، تحضر نفسك وتبدأ تتكلم مع مقابلة العمل، تحضر نفسك وتبدأ المقابلة. من الحاجات المهمة جدا جدا وانت بتتكلم مع الـ HR ان يكون طريقتك في الكلام خاصة في الصوت تكون مهذبة وراقية. ما ينفعش ان اول ما يتكلم يقول لك الو تقول له الو، لا، لازم تتكلم بطريقة لائقة. الو، صباح الخير، مساء الخير. لازم ان انت كمان تبتسم وانت بتتكلم، الابتسامة بتظهر في الصوت. كل ده هيساعد الـ HR ان هو يكون عنده نوع من انواع القبول والفكرة الايجابية عندك. خلي بالك الصوت بينقل كتير جدا من المشاعر. انا دلوقتي بضحك مثلا فصوتي مبين الضحكة، لكن لما انا بتكلم بطريقة جدية اكيد هو ظاهر قدام حضرتك ان انا بتكلم بطريقة جدية جدا جدا وشكلها غير لائق. خلي بالك كويس من كل هذه الامور لانها بتعمل فرق كبير جدا جدا في مدى نجاحك في مقابلة الانترفيو من عدمه. خليك لطيف، ابتسم في اثناء مكالمة الانترفيو الصوتي، اتكلم بطريقة ودودة. كل هذه الامور هتساعدك على ان انت تعدي الانترفيو الصوتي بنجاح وتوفيق. شكرا ليكم، كان معاكم مصطفى عطية، والقاكم في الحلقة القادمة. شكرا ليكم، كان معاكم مصطفى عطية، والقاكم في بودكاست جديد من سلسلة موظف جديد.